اخي هي 200 سي دي وصلوا 200؟ هدول على اساس شو؟ على اساس انا اللي عندي نفقتهم ولا قاعد بلا شغل؟ انا شو بيعرفني؟ المعلم هيك بده، على احسن ما يضلوا مصمودين عنده بالمكتب. دخلك مو كانه عم يعطينا قليل. يعني انا عم بفلح كل اسبوع لك عبر رجلي ويا دوب عم طلع بالاسبوع 100 دولار. حق تصليح بوط ما عم يكفوني. تشتغل معي بالليل فالية؟ الكريتو صحة.